أتقل وإياكم متابعينا الكرام إلى الطريق السريع الرابط بين الجزائر العاصمة وزيرالدا وحالة الطريق لهذه الصبيحة والدخول المدرسي الجديد 2023 2024 الطريق مثل ما تتابعونه مشاهدينا الأكارم بداية الزحمة المرورية تحسبا لهذا الدخول المدرسي الجديد في هذه الصبيحة والساعة تشير إلى السادسة وأربعة وخمسين دقيقة إذا هذه الصور تصلكم مباشرة من الطريق السريع للرابط بين الجزائر العاصمة أي بن عكنون زيرالدا وبداية الزحمه المروريه تحسبا لهذا الدخول المدرسي الجديد سنعود متابعينا الكرام الى هذه الصور والتي تثبت وتظهر لكم حاله الطرقات لهذه الصبيحه والدخول المدرسي الجديد